وهنقدم لهم ان شاء الله النهاردة طريقة لزيادة عدد المشاهدة بتاعتك من وانت في بيتك او وانت بتستخدم موبايلك، سواء اذا كنت بتستخدم موبايل او بتستخدم كمبيوتر. هنقدم لك ان شاء الله طريقة، هي طريقة مش مشروعة بس انا مفعل بيها 3 قنوات قبل كده. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل كل شيء ان شاء الله انا حابب اشكر كل اللي بيتفرجوا عليا، وان شاء الله هكون عند حسن ظنهم، وهنقدم لهم ان شاء الله النهاردة طريقة لزيادة عدد المشاهدة بتاعتك من وانت في بيتك او وانت بتستخدم موبايلك، سواء اذا كنت بتستخدم موبايل او بتستخدم كمبيوتر. هنقدم لك ان شاء الله طريقة، هي طريقة مش مشروعة بس انا مفعل بيها 3 قنوات قبل كده، هتمكنك ان انت تعمل الشرط الاصعب اللي هو 4000 ساعة. اما بالنسبة للمشتركين هنعمل لهم ان شاء الله حلقة تانية ووريكم برضو ازاي بنجيب مشتركين. بس قبل كل شيء وقبل ما ابدأ احب اعتذر للناس اللي رصدتني على مازنجر، اعذروني يا جماعة معلش انا وقتي مش ملكي واليوتيوب ما يعتبرش شغلتي، يعني انا ليا وظيفة تانية فالوقت مش ملكي، مش ملكي ان انا ارد على الرسائل، لان صراحة عدد كبير الصراحة رسلني، ومش تكبر ولا حاجة ان انا ما ردش على الرسائل، بس يعني عشان خاطر الوقت والكلام ده كله. فيعني ايه، انا كنت بنشر البوست بتاعي يعني ايه على قدر الامكان في المواقع عشان خاطر الناس تستفيد قدر الامكان، وفي نفس الوقت انت ما تقعش في براسن النصابين اللي كتر قوي على منتديات ادسنس ومنتديات بتاعت الناس التانية كلها، الجروبات والكلام ده كله، اللي يقول لك 1000 ساعة مش عارف ب 300 جنيه و 400 جنيه وتسمع حاجات كده خرافية في الأتمان، خدت بالك؟ وياريت كده يعني الناس دي كمان اللي بيعمل لك الساعات دي، الخطورة انه بياخد لك في الغالب فيديو واحد ويحط لك عليه 4000 ساعة. طبعا اليوتيوب مش اهبل، يعني اليوتيوب بيهرش الكلام ده، ويا اما بيقفل لك حساب الادسنس بتاعك يا اما بيغلق لك القناة، وفي كل الحالات دي خسارة. طب انا برضو مش هطول كتير ان شاء الله وحبدأ في الشرح. طبعا الحلقة دي زي ما قلت لحضراتكم حلقة متمت منتجة، هي مش بس مباشر يعني عشان خاطر ايه، انا يوم الجمعة الجاي ان شاء الله، انا طبعا بسجل قبل الجمعة بس يوم الجمعة الجاي ان شاء الله انا مشغول، فيعني حبيت اعمل الحلقة دي مونتاج واشيرها انا عشان خاطر تشوفوها. طب الطريقة ايه اللي احنا هنستخدمها دلوقتي؟ طريقتنا الاولانية من اول حاجة هنستخدمها عن طريق الكمبيوتر. ادي جهاز الكمبيوتر اهو مفتوح قصاد حضراتكم. الطريقة انا هخش افتح المتصفح جوجل كروم مثلا او فايرفوكس او متصفح، وابحث عن برنامج اسمه تيربو في بي ان. يعني الطريقة بتيجي ازاي؟ بفتح جوجل كروم، انا همشي واحدة واحدة اعذروني عشان الناس اللي لسه مبتدئة يعني تعذروني، فهتشوف هدوس على تيربو في بي ان كده سيرش وهدوس، وهيبتدي اشوف البرنامج بتاع تيربو في بي ان ده فين بالظبط. انا عايز تيربو في بي ان، ممكن تكتب تيربو في بي ان كده فجالك بتاع الايه، انت مش عايز بتاع الاندرويد، احنا عايزين بتاع الكمبيوتر نمره واحد اللي احنا نشرح عليه اللي هو بتاع الكمبيوتر. فتيربو في بي ان 4 بي سي، تمام؟ وبخش كده على الموقع بتاعه، خدت بالكم؟ وبعدين بعمل له فري داونلود وبنزله. انت مش محتاج للنسخه البريميوم، هي النسخه الفري دي كفايه ليك جدا ان انت بتنزلها وبتسطبه، حجم برنامج صغير مش كبير. خلاص نزلنا البرنامج وسطبناه، طبعا انا بقول سطبناه على فرض ان انتوا تعرفوا تسطبوا البرامج والكلام ده على الكمبيوتر، شرحها سهل يعني، تمام؟ بعد ما بنزل التيربو في بي ان الايقونه بتاعته اهي، بفتح برنامج، الايقونه بتاعته فين؟ عفوا اهي، بفتح بدوس عليها كده دوستين وبفتح الايقونه بتاعت البرنامج، بيتفتح لي البرنامج بالشكل اللي قدامي ده كده، بستنى بضع ثواني عقبال ما البرنامج يتفتح. وهنا هو البرنامج، وطبعا البرنامج فيه جزء منه فري وفي جزء منه بفلوس، احنا بنستخدم الجزء الفري. هو عطيني هنا بعض سيرفرات، عندك سيرفر المانيا، عندك سيرفر الهند، سيرفر سنغافوره، سيرفر يونايتد ستيت، تمام؟ هخش على السيرفر بتاع يونايتد ستيت ده، هو من نفسه هيبتدي يعمل كونكتنج علشان خاطر يوصلني بسيرفر يونايتد ستيت.
طبعا فكرة الفي بي ان عموما هو كده على فكرة لقط كده خلاص لقط كده دخلني على في بي ان. فكرة الفي بي ان عموما ان انت بتفتح جهازك من اي بي مختلف في اي دولة تانية سواء اذا كان امريكا فرنسا غيره، فبتبان ان المشاهدة دي من منطقة غير المكان اللي انت قاعد فيه. يعني انا لو جيت اعمل مشاهدات لنفسي اليوتيوب مش هيحسبها. ليه؟ لانه عارف الاي بي بتاعي الداخلي اللي جوه مصر، انا مثلا بكلمكم من اسكندريه، فعارف الاي بي بتاعي اللي جوه اسكندريه ده، وبالتالي مش هحسب له مشاهدات. هنا انا دخلت فتحت البرنامج، فهنا هو حط لي اي بي من ايه يونايتد ستيت. طب نفرض واحد تشكك وقال لك ايه، طب انا مش ضمني ان انت داخل مثلا ايه من امريكا دلوقتي، هقول له مثلا هنخش موقع جوجل كروم وهنكتب ايه واتس، خدت بالك، ماي اي بي، هشوف مثلا واتس ماي اي بي، واشوف مثلا ايه الاي بي بتاعي اللي انا بتكلم منه، هل فعلا من امريكا ولا لا. هو هنا هو جاب لي اللوكيشن اهو، وهنا بيقول لي فعلا الكونتري يونايتد ستيت. يبقى انا كده تمام، ضمنت نفسي او ضمنت نفسي ان انا فعلا داخل من امريكا. هو البرنامج الصراحه مضمون، بس انا حبيت اوريكم برضه ان انا حاليا داخل من امريكا. وهنا هو عامل لي نفسي على الخريطه، قال لي ان انا قاعد فين في الولايه دي بتاعت امريكا. طبعا هو بيكتب لي حتى الولايه ايه اللي هي السيتي دي بتاعت امريكا. تمام خلاص كده انا ضمنت تمام. طب الخطوه اللي بعديها ايه اللي يحصل نمره 2؟ برضه هنقفل كده واوريكم الخطوه اللي تحصل نمره 2. الخطوه نمره 2 بقى، وركزوا معايا كويس، هفتح متصفح الجوجل كروم. تمام، وحاجي هنا عند الثلاث نقط اللي فوق دول، وهدوس وهختار نيو انكنجتو ويندو اللي هي فتح نافذه متخفيه. تمام، بتتفتح لي بالشكل ده كده. طب انا اخترت ليه فتح متخفي؟ علشان برضو زياده في الامان، انا داخل باي بي من امريكا وفي نفس الوقت متخفي علشان محدش يقدر يقطر هويتي. جميل. طب دلوقتي هنشوف مثلا قناة مستهدفة، ولتكن قناة الجيمز بتاعت الالعاب دي بتاعت حسن ابني، وهشوف مثلا ازاي انت هتعمل ده. طبعا اللي انا هعمله ده تعمله لقناتك. لما بدوس على اليوتيوب، خد بالكم بقى هنا ما فيش هنا تسجيل، يعني مش مسجل. المفروض اليوتيوب العادي كنت مسجل فيه لما انتم بتشوفوني انا داخل بحسابي اهو برضه. يعني هنا ازاي؟ بص، ما في يعني هنا في ساين ان، معناه ان انا هسجل، في حين ان انا لو جيت اهو في الكروم العادي ادي حسابي هنا متسجل بيه احمد البنا. تمام خلاص، دي انا مش محتاجة هقفلها. جميل، هرجع تاني للمتصفح الخفي. هتشوف هتبحث عن قناتك. انا مثلا القناة اللي انا ببحث عنها اللي هي قناة الالعاب بتاعت ابني دي، ممكن برضو تبقوا تتابعونا وتشتركوا فيها، الرابط بتاعها ان شاء الله هيكون في الوصف. القناة اسمها هيرو اورنج، اوكي، وبدوس كده هيبتدي هو مثلا ايه يستعرض لي لحد ما اشوف قناة هيرو اورنج. هي دي القناة اللي انا طالبها بتاعت الالعاب، فبفتحها كده. وطبعا انا بسجل برضو في قناة الالعاب دي شوية، انا بحب العب يعني حتى لو كبرت في السن، بس يعني برضو الوقت اللي التاني بسجل انا وحسن ابني فيها. المهم ما علينا، بدوس من فوق كده على بلاي ليست، بتتفتح لي قائمة البلاي ليست. انا طبعا مقسم الفيديوهات دي كمان بلاي ليست، يعني مثلا مجموعة فيها العاب الشوتر، مجموعة فيها العاب الروبلوكس، ماينكرافت كده. تمام، فحاجة مثلا على مجموعة زي الروبلوكس وافتحها. جميل، هيبتدي تلاحظوا بقى ان ممكن تشتغل اعلانات دلوقتي. بصوا خدوا بالكم ان الاعلانات اشتغلت من غير ما القناة دي لسه تفعل، يعني دي عشان قناة ابني ولسه جديدة، فانا لسه الصراحة يمكن شغال عليه وبشتغل من وقت للتاني، يعني يمكن ما عملتهاش بقالي فترة، بس الاعلانات شغالة عليها. طبعا الاعلانات اللي اشتغلت عليها دي اعلانات بتروح لليوتيوب، ما تنسوش ان احنا فاتحين من امريكا، فطالما فتح من امريكا ويحق لليوتيوب ان يحط اي اعلانات، طبعا والدخل هيكون لليوتيوب مش ليك، لان انت سيادتك ما حققتش شروط بتاعة اليوتيوب. مهم ما علينا، بعمل انا ايه مثلا الفيديو شغال اهو، بقفل الصوت بتاعه وبدوس هنا كده عشان اقلل الجودة، بخليها على 144 وبسيب الفيديو بقى ايه مع نفسه كده يدن.
وبيشتغل قدامي هو. طب دلوقتي ايه اللي هيحصل تاني؟ هدوس برضو من فوق على علامة التبويب وهختار برضو اليوتيوب بالشكل ده. هبحث على قناة هيرو اورنج اللي هي القناة المستهدفة. هتا كده مثلا هكتب هيرو اورنج وبدوس كده انسخ الاسم، وبرضو بدور على القناة بتاعتي اهي، وبخش على طول على البلاي ليست وبختار قائمة التشغيل مثلا هناخد لنفرض دي، والصوت زي ما هو مقفول اهو، وباجي من هنا كده ادوس اقلل الجودة يعني مرة بعملها اكد عليها تاني، وبدوس على العلامة بتاعت اللوب بلاي ليست. نسيت اقولها لكم، اللوب بلاي ليست دي فايدتها ان هي لما قائمة التشغيل تشتغل تخلص يعيدها تاني من الاول. برضو هنا لازم برضو ندوس على اللوب بلاي ليست ده عشان لما القائمة تخلص تتعاد تاني من الاول. برضو انا كده اعتبر عملت قائمتين. برضو نفس الكلام هنعمل لكم كمان قائمة تالتة بنفس الطريقة، برضو ان انا بخش هنا كده وببحث عن القناة وبختار الهيرو اورنج. وعلى فكرة الطريقة دي بتعلي الريتنج بتاعك او بتخليك في خانة البحث تصدر النتائج، وتدوس على البلاي ليست مش عايز اتفرع عن الموضوع، وبختار مثلا للنفرد دي القايمة دي، وبختار برضو الجودة بتاعتي 144، وبدوس على العلامة دي بتاعت لو بلاي ليست عشان يكرر لي القايمة لما تخلص. ممكن انا بقى فوق احط 10 فيديوهات، الكلام ده كله حسب جهازي، حسب نتي ما ياخد من السرعة، او حسب الرامات بتاعتي قد ايه عشان الجهاز عندي ما يهنجش. انا بالنسبة لنا عندي جهاز سيرفر صغير، كنت بحط عليه القناة المستهدفة وبسيبه مثلا شغال بالست ساعات ولا السبع ساعات، يعمل لي 20 ساعة 30 ساعة، هتلاقي نفسك انت في اسبوعين ثلاثة جايب ال 4000 ساعة بتوعك، خدت بالك؟ وبكده انت تبقى انت خلصت من الايه، من الشرط اللي هو الريزل او الشرط الايه الممل اللي ايه اللي عندك. على فكرة برضو الطريقة دي برضو بتعلي الريتنج بتاعتك وبتخلي البحث بتاعك في القناة تتصدر نتائج البحث زي ما انا قلت لكم. المهم اهم حاجة شيء بس، بعد ما نخلص الطريقة دي خالص، خلاص خلصت انا وانتوا عرفتوا الطريقة اهو ازاي، بعمل انا ايه بقى؟ لما باجي اقفل بقى وعايز انهي مخش اروح داس على طول كده على الفي بي ان ودايس قفل، لا اوعى تدوس كده، لان انت لو قفلت كده هيختفي الاي بي اللي من امريكا وهيدخل على طول على الاي بي اللي عندك في مصر، فالهنا على اليوتيوب على طول هيقرش ان انت بتتفرج من مصر وهيلاقي في تواصل في الساعات فهيروح مسح لك الساعات كلها بتاعتك. الطريقه الصحيحه للقفل ايه؟ ان انا خلاص خلصت بتوع مثلا الست ساعات او العشر ساعات او اليوم اللي انا عملته النهارده، خدت بالك؟ بروح جاي كده من فوق وطافي الفيديوهات من فوق بالشكل ده، واروح جاي طبعا هنا قافل الفي بي ان بتاعي. طبعا مره استخدم سيرفر امريكا، مره استخدم سيرفر سنغافوره، مره الهند، مره المانيا، الاربع سيرفرات دول. والنبي حتى لو استخدمت حتى امريكا كل يوم مفيش مشاكل، يعني هو المهم ان انت ايه بتوزع ساعاتك على قوائم تشغيلك، مش زي التانيين النصابين اللي يقول لك حط لي فيديو واحد ساعه ويخبط لك عليه ال 4000 ساعه وال 4000 وال 1000 مشترك كمان. لا، طريقه مش منطقيه دي، كده طريقه اليوتيوب وما يهروشهاش، وانا بكلمكم عن تجربه انا مفعل بيها قنوات. وبرضه ان شاء الله بس في الحلقه الجايه ان شاء الله، عشان الناس ما تزعلش مني، الناس بتاعه الموبايلات، الناس عارف الناس بتاعه الموبايلات بقى هتقول لي طب وانت ما عملت لنا كمبيوتر، معظم الناس عندها موبايلات. ماشي انا جاهز، عشان انا من الجيل القديم عندي اكاد يكون انا غيرت لنفسي ولا بتاع 15 جهاز كمبيوتر، يعني بميل للكمبيوتر اكتر، ومعايا الموبايل بتاعي برضه حديث. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هوريكم طريقه مشابهه لدي برضه بس عن طريق الموبايل، باستخدام كده برنامج تاني كمان اضافي برضه للامان، لان الموبايل ما فيهوش مالتي سكرين زي ده كده، فانت ما تقدرش تفتح فيه الجوجل كروم او الكلام ده كله. فهقول لكم ان شاء الله على تطبيقين كويسين ان شاء الله ينفعوا للموبايل. اتمنى طبعا الحلقه دي ان شاء الله افادتكم، ان انتوا تدعمونا ان شاء الله في القناه والاشتراكات بتاعتنا، واي تعليقات اكتبوها لي تحت ان شاء الله انا هرد عليها ان شاء الله. كده اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه، اتمنى ان انا اكون افدتكم. شكرا جزيلا.